والكلام بقى على ايه دلوقتي تاني بعد موضوع التأجيل اللي انا بتكلم فيه مع حضراتكم ده؟ كلام على ان تصدير المشاكل والامور السلبية او الطاقة السلبية للنادي الاهلي خلال الفترة اللي جاية. بعض من لا يشجع النادي الاهلي دايما بيروحوا لهذا الموضوع، اصله مروان هيمشي، اصل كده كده اليو ديانج اتباع خلاص. مش ده الكلام اللي حضراتكم بتسمعوه خلال هذا الاسبوع؟ مش هو ده الكلام اللي احنا دايما بنسمعه احنا كجمهور النادي الاهلي؟ بالمناسبه بنقف نضحك على الكلام ده، ما بنفكرش فيه كتير، بنضحك على الكلام ده، لان احنا عندنا مؤسسه النادي الاهلي عندها اداره للكوره هي اللي بتخطط لما هو قادم. عايز يمشي اسلام هيمشي اسلام، بس مش ده التوقيت اللي يمشي فيه اسلام. عايز يمشي عويس هيمشي عويس، بس مش هو ده التوقيت اللي هيمشي فيه عويس. هذه هي كره القدم بالمناسبه. وبالتالي الناس بتحاول على قد ما تقدر ان هي تخبط في النادي الاهلي وتضرب من اليمين وتضرب من الشمال وتضرب من فوق. ليه؟ ليه؟ النادي الاهلي هو ممثل مصر في دوري ابطال افريقيا. خلي الناس كلها تقف وراه، وده دايما اللي احنا بنقوله. وبالمناسبه وللمره المليون، لو اي فريق تاني انا هقول الاخبار بتاعت، مع ان انا في قناه النادي الاهلي هقول الاخبار وهقول الفريق ده بيعمل كذا وعايزين كلنا نقف وراه لانه بيمثل مصر في النهايه. هذه هي الروح الرياضيه، وده اللي احنا اتعلمناه دايما داخل النادي الاهلي. ليه حضرتك دايما ما بتعملش حاجه في حياتك؟ ما بتعملش حاجه في حياتك، ما بتتكلمش على فريقك، ولكن جاي تتكلم على اصل فلان هيمشي، اصل هيمشي مش عارف مين، ده اليو ديانج يا جماعه خلاص مضى العقد الجديد، ده مضى العقد الجديد اصله رايح مش عارف المانيا، اخر حاجه اتقالت المانيا. طب ده وقته ان احنا نتكلم في مثل هذه الامور؟ فريق داخل على المباراه العوده في الدور قبل النهائي. سيب الفريق يركز، سيب المدير الفني يركز. سيب الناس تعرف تلعب المباريات. لان هو الفريق ده هو الممثل الوحيد لمصر في دوري ابطال افريقيا. ولا انا بقول كلام غلط؟ خلينا نفكر دايما يا جماعه، لما نيجي نفكر نفكر بالمنطق وبالعقل، مش مجرد ان احنا نمشي ورا مجموعه او كلام من بعض من لا يشجع النادي الاهلي. نروح كده نبص نلاقيهم قاعدين، القعدات انتوا عارفين القعدات بتتنصب وبتتعمل وبتاع عشان النادي الاهلي بس، مش عشان حاجه، مش عشان يتكلم يقول مثلا انا فريقي كويس لعب من ناحيه اليمين بشكل كويس ولعب من ناحيه الشمال بشكل كويس ولعب من قدام. لا لا، ما حدش بيتكلم في كده. كل الناس رايحه تتكلم في ايه؟ ان اصل فلان هيمشي، علان هيمشي، اصل النادي الاهلي ماتشاته اتاجلت عشان هو على راسه ريشه. النادي الاهلي مش على راسه ريشه، النادي الاهلي يعلم جيدا المسؤوليات الملقاه على عاتقه بوجوده كفريق الفريق الوحيد في دوري ابطال افريقيا. وان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا ونصل الى الهدف اللي احنا عايزينه. النادي الاهلي بالمناسبه بيمثلك وبيمثل مصر، لان من المفترض ان حضرتك مصري. الناس اللي طالعه تتكلم وتقول اي كلام، وهنا انا دايما بواجه كلامي لبعض من لا يشجع النادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين الكلمه اللي انا دايما بقولها. فمن فضل حضراتكم ما تركزوش مع الناس دي، ركز مع فريقك. زي ما قلت لحضرتك امبارح، عندنا مباراه كسبنا اتبسطنا فرحنا كل حاجه، ولكن المباراه القادمه اصعب مليون مره من المباراه اللي جايه من المباراه اللي فاتت. المباراه القادمه فيها تكتيك كبير جدا هيتلعب من المدير الفني موسيماني والمدير الفني من الناحيه الثانيه من الترجي معين الشعلاني.